كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. وأحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى إليه الميت. الآن نأتي على ترتيب الأئمة بعد ما رتبنا الجنائز، نأتي على ترتيب الأئمة على الجنائز، من الذي يصلي، من الذي يقدم في الصلاة؟ فما هي الاحتمالات؟ إمام المسجد، إمام مسجد الراتب هو الذي يصلي، أو مثلا ولي الميت، ابنه، قريبه مثلا، أو الشخص الذي أوصى إليه الميت. يمكن الميت كتب وصية قال: وأوصي أن يصلي علي فلان، اختار واحدا من أهل العلم مثلا، أو واحد يحبه يخلص له في الدعاء مثلا. فمن هو الذي يقدم في الصلاة، في الإمامة في الصلاة على الجنازة؟ أحق الناس بالصلاة على الميت من أوصى له الميت. شوف، مراعاة وصية الميت هذه قضية كبيرة يعني وعظيمة الشأن. وهو مقدم على ولي الميت وإمام المسجد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. أما الحنفية والشافعية فإنهم لا يجيزون الوصية بهذا ولا يقدمون الوصي. طيب، ما هو دليل تقديم الوصي؟ مثلا: يا أيها الحنابلة، إيش عندكم في موضوع تقديم الوصي في الصلاة؟ قالوا: عمل الصحابة، فروي أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم يعني الأمير زيدا، لأن كان أميرهم هو إمامهم أيام الصحابة. أمير البلد هو الإمام والخطيب والذي يصلي بهم العيدين، لأنه كانوا يؤمرون الأعلم والأفقه والأفضل صحابي. وقال ابن قدامة في المغني وهو يسرد هذا الكلام: وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف، فكان إجماعا، ولأنه حق للميت فإنها شفاعة له، يعني إنسان يخطط للموت. التخطيط للموت هذا يعني قل من يفعله، ناس تخطط في الحياة، يعني ما تجد، تكاد تجد دورة التخطيط للموت. يعني المقصود طبعا ليس الانتحار، لكن التخطيط للموت معناها: هل أنت يعني تجهز كفنك مثلا، تشتري بمال حلال، تطيب وتعده، هل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ طيب ماذا تكتب في وصيتك؟ كيف موضوع قضاء الديون؟ طيب بعدك كيف تمنع مسألة النياحة إذا يعني هل يمكن أن تفعل شيئا في موضوع النياحة؟ طيب بدع العزاء؟ طيب قضية من يصلي عليك؟ ماذا تخطيط؟ يعني هذه قضايا في الموت. الناس تخطط الحياة وناس تفكر في الموت وما بعد الموت، كانوا يخططون لما بعد الموت، أصلا كانت حياتهم كلها تخطيط لما بعد الموت. أنا نخطط في حياتنا يعني الخلود، كأننا خالدون فيها. قال ابن قدامة: ولأنه حق للميت فإنها شفاعة له فتقدم وصيته فيها، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا يعني في حياته، ويكتب هذا أو يوصي به مشافاة أو كتابة. قال: فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا وأقرب إجابة في الظاهر. المغني قال أيضا من قدامة: فإن كان الوصي فاسقا،
أو مبتدعاً، يعني واحد أحسن الظن بشخص وكتب يصلي عليه فلان، ولما فتحنا الوصية وإذا بفلان المذكور هذا من المبتدعة، ماذا نفعل؟ أو ربما كان صالحاً ففسق وانحرف. قال ابن قدامة: فإن كان الوصي فاسقاً أو مبتدعاً لم تقبل الوصية، لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته، وصلى غيره كما يمنع من التقديم في الصلوات الخمس. انتهى. طيب، إذا لم يوصي الميت إلى أحد كما هو الغالب، فمن الذي يقدم؟ ولي الميت، ابنه مثلا، أو الإمام الراتب؟ قيل يقدم إمام المسجد، وهو مذهب جمهور العلماء كما في المجموع، لحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رواه مسلم. فإمام المسجد كالسلطان في المكان، فلا يجوز أن يتقدم عليه أحد بغير إذنه. ولذلك من الآثام أن يدخل شخص المسجد والصلاة ما أقيمت، فيكون مستعجلا أو متطفلا أو مغترا بنفسه، فيدخل كذا إلى مكان الإمام ويقول: أقم. والمؤذن المسكين قد يكون أعجميا مستضعفا فيقيم الصلاة، وهذا يتقدم ويصلي ويفتات على الإمام ويتقدم على الإمام، هذا لا يجوز. متى يقيمون الصلاة؟ إذا غاب الإمام، ما جاء الإمام، صار الضرر، حصل الضرر على الناس يعني خلاص. لكن في الأحوال العادية ينتظرون إمامهم ولا يتقدمون عليه، ولا يجوز شخص أن يتطفل ويفتات ويتقدم بدون إذن الإمام ويفرض نفسه إماما، أو يقدم واحد يقول يلا أنت صلي خلاص، يقدم أي واحد. وهذا من الأشياء التي يحصل فيها خلل عند كثير من العامة فيها، ويخالفون الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. طيب، الذين قالوا يقدم من مسجد، هذا دليلهم. وقيل يقدم وليه الأقرب فالأقرب، يعني ابنه مثلا يقدم على أخيه، الأخ يقدم على العم، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت، ودعاء هؤلاء أرجى للإجابة، فإنهم أفجع بالميت من غيرهم. هذا في المجموع، وهذا مذهب الشافعية. من المعاصرين اختار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تقديم الإمام الراتب كما في فتاوي، ويدل عليه ما جاء عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص أمير المدينة ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. يعني الحسين بن علي أخو الميت الحسن، لما وضعت الجنازة كان سعيد بن العاص هو الأمير، هو الإمام طبعا، فجعل الحسين يطعن في عنق سعيد بن العاص يقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، كان تقدمتنا. والحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال هيثمي في المجمع، والرجال موثقون. قال ابن المنذر: ليس في الباب أعلى منه، يعني كدليل في الموضوع هذا أعلى شيء، يعني إنه لا يوجد مرفوع مثلا. ليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم، فإذا علوه من جهة أيضا إيش؟ يعني الحسين صحابي وحفيد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يزيد الموضوع يعني قوة أنه كان هناك كثير من الصحابة في الصلاة هذه، وما أحد أنكر أو ما علق. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن صلي عليه في المسجد فالإمام أولى، إمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وإمام المسجد سلطان في مسجده. وإن صلي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه، وإن صلى أحد الحاضرين فلا بأس. فتاوى الشيخ.